ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد، فيديو النهارده عفروتو تسالي، طبعا ديستراك الناس طالبينه. اوكي، سيبنا من الفيديوهات اللي انا عملتها النهارده، في فيديوين تانيين وفي فيديوهين بتوع امبارح سيبنا منهم، ويا رب الفيديو ده ينزل. لو انتوا شفتوه فهو دعوتي استجابت. اوكي، ما علينا، نخش على طول على الفيديو. لو تحسبها انا اللي اسقطك قلمك وسجل بيدك، الدس ده لمصلحتك، افرطه جاي يفيدك وبتس التاريخ دخلك بس هيخرجك في دقيقه، وانا اللي ما انصحكش وانت تحطها في طيق، مش عشان بتعمل لك بس هيخرجك في دقيقه، وانا اللي ما انصحكش وانت تحطها في طيق مش عشان بتعمل اولد سكول يا دول انك هرم، انت بتعمل اولد سكول بس فلوهاتك زي الخرا بتعمل انك اولد سكول. عشان بتعمل اولد سكول يا دول انك هرم، انت بتعمل يدل انك هرم سكول بس فلوهات هتحطها في طيق، مش عشان بتعمل اولد سكول يدل انك هرم، انت بتعمل اولد سكول بس فلوهاتك زي الخرا، والمشكله الناس عطشانه وما فيش حد غيره بيعمل ده، فين الهوك ادهم سايكس اولد على المسطره، ولو هترند مش هتكلم واحكي فيه، عادي انا اسمي كبير وعارف انه هيبقى ترند بيه، بس الفكره ان اما ابوه قالها كان جاي بس يصيح، عشان كنت ترند من قبلها ومن بعدها سيح. ياو ياو اخصامي لمطربين نديله، هو تقريبا عامل ستايل برضه اولد سكول اللي هو بيرد عليه بنفس الطريقه صح؟ حتى كل ما نفتكروا عشان محترفين، هو انتوا مرتبطين خلينا متفقين، ما في اوسخ منه هو والواد بتاع منافقين. ياو بدس في وقت فراغ عمال بزود فلوسي وبزود انتشارات، ابو خيش في سكتي فما تنساش الاشارات، حط انتصار في الدس عشان اجي ازود انتصارات. واو واو جاي امحي قرار ازاله من غير ما توسخ من التراب عشان افرض نزاهه، والزيتون معروفه براسه فما تعملش من الديابه، الزيتون معروف اصلا عند الكردي مش سنتي انا والشطار، النجم الاول في الصومال جاي يديك فتلاقي ابن ابريق الشاي في السونار، ازاي انت ياض من جيلي وحاسبينك مع الصغار، للاسف اصلا ازاي ياض انت من جيلي وحاسبينك من الصغار يا ابن اللعيبه، اثرت فيك قعدتك مع ابو الاطفال. واو جاي افرقع في الكواد، للاسف اثرت فيك قعدتك مع ابو الاطفال. واو جاي ابو الاطفال قصده على مين؟ بس في ابو الانوار وفي ابو مش فاكر ابو مين، كان في حد تاني شفته برضه، عرفوني مين ابو الاطفال قصده على مين. فرقع في الكاوتش وجاي بلعب في الحاجات بتاعت نورا وسونيا ويتش، فتقتن وابو كل بيفا جاي اعملكم ساندوتش، اداني ستوري قمت مديله ستوري قام مديني اداني ستوري على اوكي ديستريك واضح، ابو كل بيفا جاي اعملكم ساندوتش، اداني ستوري قمت مديله ستوري قام مديني ضحكوا. قالوا ايه؟ قالوا ان ده راب جامد بطلوا خيف، الله يمسيه بالخير ابوه سمع كيوبيت وجاله ديت، علشاني مجنون تلاشاني بهدوء، خلي بالكوا الضوء عمال يعمل كده عشان مش عارف ايه المشكله برضه في الضوء. ما علينا، خلينا نكمل. انا راسي هتموت انا ناسي زي في حروب بني غازي، بعامل الجزء بطولي ولو معاهم بابا، قول لي ازاي هركب افيو واركب الطفلين عطاره، سلاحف على سلالم ولو معاهم بابا، قول لي ازاي هركب افيو واركب الطفلين عطاره، سلاحف ركب الطفلين على سلالم مجد بيمشوا بالقطاره، على راي جدك جوكر انتم مش عيال حطاطه، دول خارج عن التصنيف. قصدي على يوسف الجوكر ان هو جده يعني بيعنصروا على الجوكر انتم مش عيال حطاطه، سلالم المجد بيمشوا بالقطاره، على راي جدك جوكر انتم مش عيال حطاطه، دول خارج عن التصنيف فبيعنصروا على لون بشرتي واضرار التقصير، على بالكواف دول خارج عن التصنيف فبيعنصروا على لون بشرتي واضرار. ايه ده، هو في عنصريه في الالوان عندنا في مصر؟ لا لا، يعني احنا نقلد في كل حاجه بس الا دي، الله يرضى عليكم. اضرار التقصير على بالكوافير بس حجاريك وظروف تصيف، فبيعنصروا على لون بشرتي واضرار التقصير، على بالكوافير بس حجاريك وظروفك تصريح، انا بفتخر اني اسمر يملس بس للتوضيح، انا بتصدق بس حجاريك وظروفك تصريح، انا بفتخر اني اسمر يملس بس يملس للتوضيح، انا بتصدق بس حجاريك وظروفك تصريح، انا بفتخر اني اسمر يملس. لا بس احمد سانتا كان عنده دقن عنده شعر يعني مش بس للتوضيح، انا بتصدق بتدس ده وانا بتصفح عشان الفارس صندوق اللي اكل البندق يترنح، ويقول لاصحابه ان عفرة مرمطني، ايوه ناوي يحب كده وبيقول طلقني، ياو قول لي وشي عفرة مرمطني، ايوه ناوي يحب كده مرمطني وبيقول طلقني، ياو قول لي وشي بيقول له طلق بيقفش عشان تراك السامبو، معرفش اصلا التراك ولا اعرف انك صاحبه، بس بيملى الدس ده تفك عشان يكون في صفه، توضيح غنيت معايا سجاره واي ستاور برضو، اما دوشه ارجوك روح اساله بنفسك، هيقول لك اني كنت في ظهره في وقت ما كله فزع، هيقول لك اني كنت مجبر اني عنه اخلع، هيقول لك ان كتير قلت
يعبر عني عنه اخلع. قلت له ان كله فزع، هيقول لك اني كنت مجبر اني عنه اخلع، هيقول لك انك كتير قلت اعرفه. هو انا نطقتها صح تقريبا غلط. قلت له كله فزع، هيقول لك اني كنت مجبر اني عنه اخلع، هيقول لك انك كتير قلت له اني فقت حقه وبقيت عكسك انت. انا فلت اقدم مني بكذا سنه ولسه بتلعب درجه ثالثه. وان يا ابن اللعيبه الحته دي تحفه. اني كنت انا هبقى مجبر اني عنه اخلع، هيقول لك اني كتير قلت له اني فقت حقه وبقيت عكسك انت. انا فلت اقدم مني بكذا سنه ولسه بتلعب درجه ثالثه. وان ارد على الدس ده بس عشان جمهوري حبك، هل اديك شويه خبره عشان شافوك جمهوري حبك وهو يعني واو بتزيد ساعتها. وان ارد على الدس ده بس عشان جمهوري حبك، هل اديك شويه خبره عشان شافوك بتزيد ساعتك. شفت بتزيد ساعتك اخرة الحنجله اخرها لب وستاني. اسبيلي الدنيا تلاهي، الاسم سونيا تسالي، بتعمل ارتجالات وحاجات قلتلها بيبي انا سادي غشيمو عند كلامي، قال انت سر جمالي. مش هرد تاني عشان انا مشغول، كمان خمس ايام هتقفل كده. اقفل يا وزه في وشه، اقفل في وشه، اقفل في وشه. مشغول قال انت سر جمالي. مش هرد تاني عشان انا مشغول، كمان خمس ايام هتقفل كده. اقفل يا وزه. مش هيرد تاني يعني، لو هو طلع بديستراك هو مش هيرد، اللي هو خلاص هينفضه. اقفل في وشه، اقفل في وشه. الحمد لله مش البت تاني. الحمد لله الحمد لله. ما علينا، ده كان الرياكت. يا رب يكون الرياكت عجبكم. انا الديستراك انا كان عاجبني اخر فيديو اللي انتوا شفتوه، تمام. الستايل بتاعه تقريبا هو مغير، تقريبا هو هو ده ستايله اصلا. يعني هو اصلا بيغني بالستايل ده، لان ما اعتقد الستايل اللي هو غنى بيه دلوقتي ده اللي هو اولد سكول، ده اللي اعرفه. اوكي، واللي هو غنى بيه تقريبا احمد سانتا برضو نفس الكلام، اللي هو راب اللي هو ما فيش ولا سكسكه ولا الجو الشعبي اللي دخل مره واحده في الراب ده. ما علينا، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. وتقريبا في ديستراك تاني انتوا قلتوا لي حد عامله تقريبا، حد غير ويجز، لان ديستراك بتاع ويجز انا مش عارف انزله. اوكي، ومش هعمل عليه رياكت تاني لان هبقى فيك، وانا مش عايز اكون فيك. اوكي، الرياكت يكون كامل اصلي، يا اما يعني اقصد يعني يكون طريقتي تلقائيه احسن ما اكون سمعت الحاجه او اقعد اوقف في حتت انا عارف انا هوقف فين. هتبقى فيك وهتبقى مش لذيذه خالص. اوكي، وهبقى هتحسوا انها رخ. اوكي، انا عارف. اوكي، كل واحد هيضرب نفسه، فانا انا اضرب نفسي، فعشان كده مش حابب ان اعمل رياكت لحاجه. انا ممكن اعمل رياكت واقعد اوقف كل شويه، اوكي، وانزل الفيديو والناس ان شاء الله هتتفرج عليه. اوكي، بس هيبقى فيديو رخ والناس هتبقى مش طايقه. اوكي، ما علينا، ده كان رياكت. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. Look at it. Tschüss.